كغيره من القطاعات الحيوية في العراق، يمضي القطاع التعليمي من سيء إلى أسوأ، حتى باتت المنظومة التعليمية على حافة الانهيار الشامل، بعد أن كان العراق قبل الغزو الأمريكي يمتلك نظاماً تعليمياً هو الأفضل في المنطقة باعتراف منظمة اليونسكو. النجف إحدى المحافظات التي يشكو سكانها من الإهمال الحكومي، لا سيما فيما يخص القطاع التعليمي، إذ تنتشر المدارس الكرفانية التي لا تصلح ولا توفر أدنى معايير إنجاز العملية التعليمية. المدرسة مهملة، مهملة من كل الجوانب، مما تقيسها، من ناحية التدريس، من ناحية خدمات، من ناحية احترازات أمنية ما موجود بها السلامة العامة، ما موجودة نهائياً. حديث وايرات الآن قاعد أشوفها حضراتكم، ممكن هاي بأي مطر بأي رطوبة راح توصل للطالب، راح تسوينا كارثة هناك، كارثة يعني بمعنى الكارثة. ولا يقتصر الخطر على المنطقة المحيطة بالمدارس، بل يتعرض الطلبة في داخلها للخطر كذلك، وهو ما يؤكده المسؤولون في هذه المدارس الحكومية. أولياء الأمور هم يعانون من الحديد، من الخشب، مرات الطفل يتعور، مرات يعني يصير عندنا حالات شلون نقول مثلا هم أطفال يصير بينات ومشاجرة، هذا كله حديد، هذا كلها مسببات إلى أن المدرسة هي مو مستعدة تستوعب هالقد أعداد. وإذا كان الأمر كذلك، فالأهالي باتوا مجبرين على البحث عن حلول أخرى تنقذ أبنائهم من عشوائية التعليم الحكومي ومخاطره. المدارس الحكومية احنا ما ودينا أطفالنا إلها، ليش؟ لأن المدارس الحكومية جاي تعلم الأطفال على الجقاير، تعلم الأطفال على الفشار، تعلم الأطفال على التعنيف والضرب بها، وتعلم الأطفال على المخدرات. إصلاح النظام التعليمي في العراق بحسب ما يقول مراقبون لا يكون إلا بإصلاح منظومة الحكم بشكل شامل، وذلك بالطبع لا يكون في ظل نظام الفساد والمحاصصة الذي رسخه الاحتلال الأمريكي وانتفع منه الاحتلال الإيراني.